أوه رائع، ماذا سأفعل؟ أشعر الآن أني فارغ، بطل افتراضي. ماذا عن ذلك؟ مصارعة ميدويست الكبرى الليلة؟ نعم، قادم إلى النصر الحقيقي. اسمه يدب الرعب في قلوب منافسيه. إنه المدمر. سأصبح بطلاً، ليس افتراضياً، بطل أبطال ميدويست. أظن أن الزي كبير جداً عليك. أنا لن أصارع هكذا، سأصارع هكذا. بن فور أرمز لديه 4 أذرع، ألن يظن الناس أنك فضائي؟ هل الربح بالغش نصر أصلاً؟ معك حق، لم أفكر بالأمر هكذا. يا للروعة، بطل المسابقة سيربح 10,000 عملة. سلام يا جدي، سنعود. سأصبح بطلاً حقيقياً. سنشاهد المباريات الممتعة، ترى من سيفوز؟ خيال الحديدي، إنه الأفضل. احذر يا ولد، هذا المكان مليء بالمخادعين. ماذا تفعلين؟ أنا المدرب، هكذا يتكلم المدرب كرجل عجوز؟ نعم، في الأفلام. الآن إليك ما ستفعل، اضرب ثم ابتعد ثم التف ثم اضرب. هاي، ابتعد يا علبة الطماطم. علبة طماطم؟ هل قام بتعليبي؟ إنه يحاول استفزازك يا ولد. أظنه نجح، متى سأقاتله؟ لا تتسرع يا ولد. من التالي؟ هذا هو البطل؟ الكل يرى أذرعه الحديدية، صح؟ لما أخفي هذه؟ ركز جيداً أيها المدمر، لم يعد الأمر مسألة بطل، هذا الرجل يؤذي الناس وعليك إيقافه، اهزمه في النهائيات. حسناً. أحسنت يا مدمر، الآن علينا إيقافه والحصول على الحزام وأيضاً المال. أنت أحسنت القتال يا علبة الكاتشب، ولكني سأظل بطل حلبة ميدويست إلى الأبد. أوه احذر يا ستيف، أظنها ستكون أروع معركة حتى الآن. ليس علي الحذر، سيقاتلان بعضهما، هذه فرصتنا لمشاهدة نزال يدوم لأكثر من 5 ثوان. كايل الحديدي، حسناً، لنرى كيف ستتلقى رائع. لديك 4 أذرع؟ نعم. غشاش، اتضح أن المدمر مخلوق ب4 أذرع، والجمهور لم يحب ذلك أبداً. امتلاك أذرع إضافية لا يعبر عن روح رياضية. هاي، تعلمون أن ذراعاه من حديد، اسمه كايل الحديدي. إنها كناية. غشاش. انهض يا ولد، إنه يمسح بك الأرض. نعم، مدربك العجوز محق، أنا فعلاً أمسح بك الأرض. أعرف أن الأمر مربك، لكن عمري 10 أعوام فقط. مستحيل، أظنك تشتت، وقت الشقلبة. واحد، هيا يا كايل الحديدي ينهض. 2، يمكنك فعلها، أنا واثق. يبدو أن هناك بطلاً جديداً. ماذا؟ ماذا تنتظر؟ هيا اضرب الأرض. أظنني مجنوناً، أو المدمر قد تحول إلى طفل في عمر 10 أعوام. بذراعين، يبدو هذا أكثر عدلاً بيل.